السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سعد. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 21 أوامر جديدة، وهي أمر التوتش الذي قمنا بشرحه في الحلقات السابقة توتش، ولكن هنا سوف نتعلم طريقة إنشاء أكثر من هذا 2 و 3 و 4 و 5. هنا لإنشاء هذه الملفات يجب أن نقوم بكتابتها في الواو ونقوم بإخراج الاسم المختلف أو باستخدام اسم مختلف. كما تشاهدون تم إنشاء الملفات. أليس يعقل؟ ألا يعقل أن نكتب 15 ملف هكذا ونقوم باستبدال الاسم؟ لا، هذا لا يعقل الأمر. هنا نقوم باستخدام مثلا h اسم الملف ليكون h، وثم نقوس المجعلة، وثم نقفر الملف من 1 إلى 15، وثم نقوم بغلق الملف المجعد أو بغلق الأقواس المجعلة وثم enter. الآن تم إنشاء من 1 إلى 15 ملف كما تشاهدون h إلى 1 كما تشاهدون. الآن لنحذفهم شيء بسيط، فقط نقوم باستخدام اري الذي تعلمناه في الحلقات السابقة. الآن قام بحذفهم. الآن نحن بحاجة له، سوف نقوم بإعادتهم أيضا بإنشاءهم مرة جديدة، لأن سوف نقوم بالتعلم عن أمر الضغط وهو الزيب الذي لم نقم بشرحه في الحلقات السابقة. زيب سوف نقوم بإنشاء اسم المجلد مثلا f.zip. من الأفضل استخدام الإكستنشن. هنا قام بإعطانا خطأ، لماذا؟ لأنه أخبرنا هل سوف يقوم بإنشاء المجلد المضغوط بدون أي ملفات. نقوم بإضافة الملف مثلا h1 و h2 و h3 و h4 و h4 ايضا و h5. هنا لاحظوا قمنا بتكرار h4، انتر. الان تم اضافته، ولكن هنا تم اضافة h4 1، اي لا يقبل التكرار في اسم الملف المشابه. الان نقوم بإضافته. نود الان بعد مثلا فترة عدنا إلى الملفات ونود الآن في تحديث مثلا مجلد H1، لنكتب مثلا سرمد مد صار، وثم حفظ هذا الملف وثم بإغلاقه هنا، ونرغب الآن في تحديثه في هنا. كما تشاهدون 0 بايت، أي يدل لا يوجد أي شيء في داخل المجلد الملف. نرغب في تحديث كيف، فقط نقوم بإضافة الR هنا -R. هنا فقط نقوم بحذف هذه الملفات، حذف هذه الملفات، ونقوم بإجوان أو بتحديد الملف. كما تشاهدون updating أو تحدث الملف. كما تشاهدون المساحة 11 بايت. الآن سوف نقوم في معرفة الملفات المتواجدة داخل f.zip، فقط نقوم باستخدام -l. هنا قام بإعطانا خطأ، لأن -l تستخدم مع unzip. انزيب كما تشاهدون النيم هنا لدينا، الفايلات هي 5 فايلات، والديت التاريخ، والتايم هو الوقت، واللينث هي المجموعة أو المساحة، وثم أعطانا المجمع. الآن نرغب بفتح الملفات وإعادة تسميتهم. الآن لنقوم بحذف هذه الملفات. الآن جديد هنا كما تشاهدون أيضا نستطيع من فتح الـ H1 ونصب داخل. الآن سوف نقوم من إخراج الملفات.
فقط انزيب وثم افضل زيب وثم قم باخراج جميع الملفات. انزيب افضل زيب. الان ان كانت الملفات متواجدة ونرغب باخراجها يسأل لنا هل ترغب في عد تسمية الملف او لا. نقوم بالنقر على يس. يس اي يقوم باخراج الملف كما هو باسمه اجون. واجون نقوم باستخدام نو اي لا تجاهل الملف. والاج 3 اي يقصد الال يمكننا باستخدامه سوف يقوم باستخراج اج 4 و 5 و اج 3. والنون سوف يتجاهل جميع الملفات. والار سوف يقوم بتسمية الملف الآن E formula. هنا قم بإخراج الملف H3 وتسميته E4. الآن H4 نقوم باستخدام النون في N capital كما تشاهدون تم تجاهل جميع الملفات. والآل كما قلنا هي تقوم بإخراج جميع الملفات. مثلا إن قمنا باستخدام في H1 الحرف A capital أو كبيرة حجم سوف يقوم بإخراج جميع الملفات. الآن سوف نشاهد E4 هنا. الآن ننتقل إلى أمر جديد وهو الفروقة. الآن كثير نعمل E4. تعلمنا في الحلقات السابقة ما يدل هذا الأمر. في الحلقة 19 نقوم باستخدام تلده سلاش و أسترك بعد إنتر. الآن هنا سوف يقوم بإخراج جميع الملفات المتواجدة في سلاش هوم سلاش سامسات. بالرغم من إحنا متواجدون في التسكتور فما الخطأ؟ الخطأ هنا التلده. فرق النقطة النقطة هي تدل على المسار الحالي أي سلاش هوم سلاش اليوزر و سلاش الديسكتوب. بعد كما تشاهدون هذه جميع الملفات والمجلدات والبرامج أيضا. الآن نذهب إلى أمر آخر لنقوم بإنشاء ملف. نعتذر نقوم بإنشاء مجلد mkdir mkdir www. وثم بعد أن قام بإنشاء المجلد نذهب إلى المجلد www. وثم نقوم في إنشاء ملفات بداخله مثلا من 1 إلى 9 ملفات بتسمية تي. الآن قام بإنشاء لنعمل ls -l www. كما تشاهدون هذه الملفات نحن لماذا لم يقم؟ لأن نحن قمنا باستهداف ونحن في الملف ew ls -l. الآن قام بإخراج جميع الملفات والصلاحيات والأسماء. الآن لنرغب حذف هذا الملف أو المجلد. الآن cd عدنا إلى الديسكتوب نقوم باستخدام rm. قبل ال rm نقوم باستخدام rm dir. هنا rm dir ثم نقوم باستهداف www. الآن كما تشاهدون rmdir failed أي فشل الأمر. هنا لم يقم أحد. لماذا؟ لأن rm وجدت في داخله ملفات متواجدة فلم يقم في حذفه. هنا سوف نقوم باستخدام rm مرة أخرى ولكن هنا hyphen i وهم www. الآن cannot remove it كما ترون. لماذا؟ لأن hyphen i لا يدل على الحذف. hyphen
الذي M R R M slash R hyphen R لا أيضا hyphen R R M كما تشاهدون قام بحذف المجلد وحذف أيضا الملفات المتواجدة في داخله. وننصحكم أيضا في تطبيق جميع هذه الأخطاء التي نخطاها لكي تتعلموا وتنموا المهارات لديكم ويكون الخطأ معقول أي بسيط أو ليس له أثر كبير. وفي الآخر نحب أن نشكركم للمشاهدة ومشاركة سلسلة تعلم نظام لينكس ونتمنى لكم الاستفادة من هذه الحلقة إن شاء الله ووداعاً.